اسف على هذا الانقطاع يا اولاد، وهنكمل التريتمنت اوف دايابيتس ميليتس. على العموم احنا فاضلنا حته صغيره. اول حاجه قلنا اللايف ستايل، ان احنا ويت كنترول، لازم نظبط الوزن يا بالدايت ريجيم يا اما ايفن بالسيرجي لو البادي ماس اندكس عالي جدا، لازم نحتاج عمليات اهمهم السلينج اوبريشن. طيب وبعدين ريجولار اكسرسايز، قلنا 7% من حالات دايابيتس بسبب ان مفيش اكسرسايز. وبعدين نتوقف عن التدخين، نو سموكينج. نيجي بقى للعلاج، ده البريفنشن وبرضه هو جزء من العلاج، ان احنا في تايب 1 ده لازم ياخد انسولين. تايب 2 بنبتدي بميديكيشن اورال هايبوجلايسيميك، وقد نحتاج وقد لا نحتاج الى انسولين. ده التريتمنت. يبقى دول السبع نقط اللي اتكلمنا عليهم في الدايابيتس. يبقى لو عاوز تشوفهم في عجاله احنا اولموست دان يا اولاد. الديفينيشن ان الدايابيتس ميليتس هو ميتابوليك ديس اوردرز معاه هاي بلاد شوجر ومعاه في نفس الوقت لونج بيريد. الكوز يا ابسوليوت يا ريلاتيف انسولين ديفيشنسي، دي النقطه الثانيه. خلاص، وقلنا بقى ايه الجينيتك فاكتور اللي ممكن تتسبب في ذلك، وفي الانيمال ازاي نعمل دايابيتس ميليتس. النقطه الثالثه بريسبوزنج فاكتورز، حاجتين اوبيستي 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 وهيريديتري. النقطه الرابعه كومبليكيشنز، قسمناهم الى مجموعتين اكيوت ولونج تير وعرفتهم. ولا تنسى في الام اس كيو مين الهرمونز اللي زيادتهم تعمل سكر، كل الهرمونات تقريبا. جروث هرمون، جلوك كورتيكويدز، جلوكاجون، ادي ثلاثه بحرف الجي، جروث هرمون، جلوك كورتيكويدز، جلوكاجون، التي 3 والتي 4 والادرينالين والنور ادرينالين حتى في الفي كروموسايتوم. سبيشال ادرينالين طبعا. وبعدين مين الادويه اللي بتعمل دايابيتس؟ قلنا الاستاتينز اللي هم بيوطوا الكوليسترول والبيتا ادرينرجيك اجونست. النقطه الخامسه قلنا التايبس اوف دايابيتس، قلنا الاوائل هتقول تايب 1 تايب 2 جيستيشن واذر سبيسيفيك تايبس. النقطه السادسه ميتابوليك ديس اوردرز هتعكس وظائف الانسولين. انسولين بيعمل هايبوجلايسيميا، هيحصل هايبرجلايسيميا بتوابعها، الاسبولاليتي تزيد، جلايكوزوريا، بوليوريا، بوليديبسيا، تفقد بوتاسيوم وصوديوم وبوليفاجي. الفات هو لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى يحصل لايبوليسيس وكيتون بادي فورميشن، وان فورم اوف اسيدوزيس كيتوزيس. هو انابوليك في البروتين، يبقى يحصل كاتابوليزم. النقطه السابعه تريتمنت، اهم حاجه نبتدي باللايف ستايل، ويت كنترول، نو اوبيستي اللي هو ايفن قد نحتاج الى سيرجي. وبعدين اكسرسايز، قلنا لان في 7% من العيانين اللي عندهم دايابيتس بسبب لاك اوف اكسرسايز. وبعدين تاخد ادويه، في تايب 1 لازم ناخد انسولين، تايب 2 ناخد ميديكيشن وممكن نزود انسولين. نيجي اخر حاجه بقى يا اولاد، عكس الدايابيتس نقولها في عجاله اللي هي الهايبوجلايسيميا، نقص الجلوكوز. دي حاجه رير، نادره لكن مور دينجرس. ايه اسباب الهايبوجلايسيميا؟ اهم سبب ان عيان عنده سكر وخد جرعه مزاده من الانسولين، او خد انسولين وما فطرش، اوفر دوز انسولين، ده اهم سبب. او تاني سبب انسولينوما، علمتكم اوما يعني ورم، ورم في الخلايا اللي بتطلع انسولين. او تالت سبب تيومر بيسكريت الانسولين لايك جروس فاكتور 2. ما احنا قلنا الانسولين لايك جروس فاكتور 2 ده زي الانسولين، يبقى دي التلات اسباب بتاعت الهايبوجلايسيميا. اوفر دوز اوف انسولين ده اهم سبب، عيان عنده سكر خد جرعه مزاده بالانسولين، او خد الانسولين وما فطرش، ولو انها تشوف ان الانسولين بيذكرك انك لازم تاكل على طول، اول ما تاخد انسولين بالجوع، يعني هو سبحان الله ربنا خلى كده الانسولين يوطي الجلوكوز، يبقى الساتيلايت سنتر يقف تجوع عشان نصلح الخطا. طب ايه المانيفستيشن بقى؟ احب نتامل فيها. ثلاث مراحل لما بيحصل هايبوجلايسيميا. اول مرحله الفيرست بيحصل اوتونوميك سمباثيتك تشينجز، تلاقي العيان يحصل له بالبيتيشن، خفقان قلب وسويتنج، يعرق ونيرفسنس، سمباثيتك اشتغل. عندي تامل خاص يا اولاد، ليه ربنا خلى في الهايبوجلايسيميا بيحصل سويتنج؟ فكر فيها. الله يداوي والطبيب ياخذ الامر. لو انا عندي جلوكوز ناقص وفقدت ميه، سويتنج سويتنج سويتنج، نسبه الجلوكوز اوتوماتيكالي هتبتدي ايه؟ تعلى. شوف الروعه. طب مين بيعمل السويتنج؟ سمباثيتك،
عشان كده ربنا خلى اول حاجه تحصل لما الجلوكوز ينزل السمباثاتيك يشتغل، يفقدك ميه في صوره سويتشك. فلما تفقد ميه الجلوكوز يتركز، يبقى كانه عليا. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. اعراض المرض، الجمله اللي بقولها لكم، تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. This is بيحصل سويتنج. نقطه ثانيه كلينيكيه خدوا بالكم منها. انا رحت العيان لقيته في غيبوبه، والعيان ده عارف ان عنده سكر. هل هو الغيبوبه دي بسبب زياده السكر، يعني هايبر جلايسيميا ولا هايبوجلايسيميا؟ قبل ما اقول ازاي تعرف الفرق، اهم حاجه انك لو مش عارف الفرق وما عندكش جهاز يقيس السكر، عالجه على انه هايبوجلايسيميا، لان الهايبوجلايسيميا مميته. اديله جلوكوز، لو هو جلوكوز عالي واديته كمان جلوكوز مع انه عالي مش هيحصل حاجه، لكن لو هو واطي وما اديتلوش جلوكوز هيموت. إذا في حاجات بتساعدك زي ما قلنا الاسيتون، ريحه الاسيتون في بقه، الكوزمول بريثنج اللي هو الاير هانجر، الجوع للهواء. انما في حاجه مهمه جدا، بص للجلد بتاعه. لو لقيته عرقان سويتنج، يبقى ده بيحاول يفقد ميه، يبقى 100% بيحاول يعلي الجلوكوز، يبقى ده عنده هايبوجلايسيميا. لكن لو هو الجلوكوز عالي، بيبقى الاوزمولاليتي عاليه، بيبقى فيه سيلولار ديهيدريشن، بيبقى الجلد ناشف. دي نقطه مهمه جدا يا اولاد في الطب. يبقى عيان عنده غيبوبه واحنا عارفين ان عنده سكر، هل بسبب ارتفاع السكر ولا خد مثلا انسولين وما فطرش، او خد جرعه مزاده من الانسولين فحصل له هايبوجلايسيميا؟ بص للجلد، في سويتنج، يعني بيحاول يفقد ميه، بيفقد ميه ليه؟ عشان يعلي الجلوكوز، يبقى هو واطي. انما العكس، لو لقيته الاوزموتيك بريشر عالي، يبقى في هذه الحاله لازم عنده دراي سكين. طيب اتلور جلوكوز ليفل، لو واطي اكتر يحصل له هانجر، اظن مفهومه ليه؟ عشان ياكل، عشان يعلي الجلوكوز. اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. شيء رائع، الاعراض بتفيد في العلاج. قلت لك اللي بياخد انسولين بيجوع، ربنا بينبهه، يحصل له هانجر، جوع. كونفيوجن، يبقى العيان كونفيوزد وعنده كوجنيتيف ديفكت. كوجنيشن يعني ادراك، كونفيوزد يعني مش مركز. كوجنيتيف ديفكت نقص في الادراك، يعني تساله النهارده كام، الساعه كام، مش واخد باله. يبقى ده 100% جلوكوز واطي عنده، لان البرين لا يستخدم غير جلوكوز. At very low glucose level يحصل له ليثارجي، يعني التوهان يزيد اكتر في العيان ويلخبط في كل حاجه، يبقى متلخبط واباثيك، يعني مش لا يتجاوب معاك، وانديفرنت، لا يستجيب ومش دريان بحاجه حواليه، ويدخل بعد كده في كوما، غيبوبه، ثم كونفالشنز، تشنجات وديث. فالهايبوجلايسيميا دي حاجه رير بس دينجرس، لانها مي اند ان ديث، ويمر فيها لثلاث اسباب، ويمر العيان بثلاث مراحل. ثلاث اسباب، عيان عنده سكر وخد جرعه مزاده من الانسولين، عيان عنده ورم اوما في الخلايا اللي بتطلع انسولين، انسولينوما، او عنده ورم بيطلع انسولين لايك كروس فاكتور 2. يبقى ثلاث اسباب، والمانيفستيشن ثلاث مراحل. في الاول اول حاجه تشتغل السمباثيتك. ليه؟ قلنا عشان هو عاوز يعرق، عشان خاطر يفقد ميه عشان الجلوكوز يعلى. فاشتغل مين اللي بيعرق؟ سمباثيتك. فبالمره حصل له فوق البيعه بالبيتيشن نيرفسنس. اتلور جلوكوز ليفل يعليه ازاي بقى؟ ياكل، فبيحصل هانجر، ويبقى العيان كونفيوزد، يعني مش مركز، ومش عنده ضعف في الادراك، مش عارف اليوم والساعه. اتفيري لو جلوكوز ليفل، ليثارجي بقى، اللي هي المرحله اللي قبل الكوما بقى، لخبطه رهيبه، توهان، ثم كوما، كونفالشنز اند ديث. نوتس، الهايبوجلايسيميا از دينجرس. ليه؟ لان قلنا الجلوكوز از ذا اونلي فيول يوزد باي ذا برين، المصدر الوحيد لل طاقة للبرين، وعليه نقص الجلوكوز will end up in coma and death. بينما الهايبرجلايسيميا يا أولاد is just harmful. لما يبقى فيه سكر كتير قوم البكتيريا ترعى، تخيل فيه سكر، عشان كده العيانين اللي عندهم سكر لو ما ظبطوش السكر بيجي لهم انفكشن. وعشان كده لما عيان يبقى عنده سكر ويجي له انفكشن نقول له اظبط السكر، أول حاجة تظبط السكر. طيب ازاي بنظبط الانسولين؟ في حاجه اسمها انسولين تراكمي يا اولاد، اللي هو الهيموجلوبين A1C، هتاخدوه بالتفصيل في البايو. ده ظبط الانسولين عشان نظبط جرعه الانسولين، وبالتالي نظبط الجلوكوز اساسا بال
جلوكوز التراكمي. كان نفسي يبقى فيه وقت اكتر كنت شرحته لكم، انما انت فاهم ليه هو تراكمي، لان عمر الهيموجلوبين جوه الار بي سيز، الار بي سيز عمرها حوالي 4 شهور 120 يوم، فعشان كده بتقدر تعرف نسبه الانسولين والجلوكوز لفتره طويله. الجلوكوز از جيفن بيزد على السكر التراكمي اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي. ودي اولاد كانت اخر محاضره في الاندوكراين، واختص باهم مرض في الاندوكراين، وانا عارف ان هتاخدوه في البايو بصوره مستفيضه اكثر، بس حاولت اقول لكم السبع نقاط الاساسيه في مرض الدايبيتس وبمعلومات معتبره وموثقه، وايفن الحاله اللي هي نادره بس خطيره اللي هي الهايبوغلايسيميا. وفي النهايه اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا.